السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في درس جديد. في الدرس ده أو آخر درس كنا فيه عملنا آلية لرفع الصورة للسيرفر. محتاجين لو شغلنا التطبيق بتاعنا عشان نفتكر وصلنا فين. ندخل على الصور فوتوز. الصور اللي انا بعرضها هنا دي صور وهمية مش من السيرفر. الصور اللي انا عايز اعرضها هي الصور اللي اقدر اجيبها براوت جديد او برابط جديد، اللي هو الرابط ده. تمام، الرابط اللي بيقول لك فوتوز بتديله الاي بي اي توكن، وبعدين بتبعت الريكوست من نوع جيت، بيرجع لك بالباجينيشن بالشكل ده، زي نفس اللي اتعاملنا فيه بالتاسكات بالظبط. لو انا عايز اعرضه باي شكل عشان يبقى واضح، ده الشكل بتاع الريكوست بتاعي. فانا عايز اقرا الداتا دي، واللينك بتاع الصوره ده هو المطلوب. اللينك ده عباره عن مجلد الابلود عندي على السيرفر تحت فوتوز تحت كذا. لو خدت اللي هو اللينك ده وحطيته مكان الاي بي اي هنا بالشكل ده، وجيت فتحته في البراوزر عندي، هتلاحظ ان دي الصورة المطلوبة. لو خدت اللينك وحطيته فدي الصورة المرفوعة على السيرفر. فالمطلوب عندي ببساطة اني استخدم اللينكات دي واسجل البيانات دي عندي في اوبجكت، او اسجل اللينكات عشان اعرضها مكان الصور دي. طبعا احنا عملنا نفس الموضوع في التاسكز. لو رجعنا في الشاشة بتاعت التاسكز عملنا نفس الفكرة، نفس فكرة الباجينيشن. فهو نفس الموضوع ده اللي انا عايز اعمله، الفرق في الريكوست اللي انا بستخدمه هنا. انا هنا عامل ملف اي بي اي للفوتوز، واستخدمنا فيه بتاع كرييت فوتو. هنا هنيجي فوق هنا هقول له كلاس فانكشن، انا عايز اجيب الفوتوز بتاعت اليوزر الحالي، هيبقى فيها باجينيشن، وبديله صفحة افتراضية واحد عشان لو مديتهاش لأول مرة، وبديله انها بترجع لي بالكلام ده. اللي بيرجعهولي هنا انها بترجع لي اما بخطأ لو النت مش شغال او اي خطأ من السيرفر، يا اما بترجع لي بالفوتوز. طيب الفوتوز دي انا ما عملتش الموديل بتاعها، هرجع اعمله دلوقتي. دي ممكن نقول last page، ودي من نوع end. فالفوتوز هنا انا محتاج الموديل اللي هعمله، اللي هو هخزن فيه الاوبجكت بتاع الصور بتاعتي. فهعمل هنا فوتو من نوع ns object، واحفظها جوه الموديل بتاعي، واعمل هنا import للسويفتي json. وانا مش محتاج هنا UI kit، الفاونديشن فريمورك كفاية معايا. وعشان نرجع، انا كنت نسخت هنا الشكل بتاعي الاوبجكت، او نرجع ننسخه من تاني. هنا هنسخ شكل الاوبجكت بس عشان يبقى قدام عيني وانا شغال. هدي هنا var الاي دي، الاي دي لازم يكون موجود معايا، والفوتو لازم تكون موجودة معايا، يبقى الاتنين دول لازم يكون فيهم قيمة، والا الاوبجكت ملوش لازمة معايا. عشان كده الاتنين دول انا مديتهمش قيمة افتراضية. ليه؟ بعملهم من خلال الانت. انا ممكن الباقيين يوزر اي دي كرييتد ابديتد انا مش محتاجهم في الموديل، فكفايه احط الاثنين دول. فالفكره هنا ان انا ببعت له الديكشنري بتاعي اللي انا بجيبه لما بلف على الاري بتاعتي جوه الباجينيشن هنا جوه الداتا. فانا فايده الانت بالشكل ده انها بتدخل، بعمل جارد هنا بحيث اني لو قدرت اطلع الاي دي من الديكشنري اللي قدامي وقدرت احوله الانتجر مظبوط بالداله الهيلبر فاريبل اللي انا عملته في الاكستنشن هنا، بحيث لو الانت ده كان سترينج او اي حاجه يحوله للانت.
وقدرت اطلع اللينك بتاع الفوتو. اللينك بتاع الفوتو هجيبه من فين؟ هجيبه من الفوتو، لازم تكون string، ولازم اتأكد انه الفوتو دي ما تكونش فاضية. لو ما حصلش الكلام ده ارجع بنل، يعني ما تكريتش الموديل، ما تكريتش الاوبجكت من اساسه. طيب لو الامور دي مشيت تمام، باصي الاي دي للاي دي وباصي الفوتو للفوتو. في حاجة هنا انا حابب ازودها، هنا انا باخد فوتو عشان اعرض الفوتو، الصورة عندي ما اقدرش اعرضها باللينك ده لان ده مش لينك كامل، ده من اول الابلودز، فانا محتاج اللينك يكون كامل عندي. عشان كده هعمل هيلبر فاريبل هنا كمان تساعدني للموضوع ده، هسميها تو ايمج مثلا بوس، ودي هتبقى من نوع string. ندي بس شوية مسافات هنا، اقول له if let string يساوي self dot string. لو الجيسون بتاعي من نوع string دي اول حاجة، والstring ده ما يكونش فاضي، طبعا ممكن اعمل guard هنا افضل. تمام، واقول له لو قدرت تطلع string من النص اللي انا فيه بشرط انه ما يكونش فاضي، تمام، كمل تحت والا ارجع بنل. تمام، باجي هنا بزود عليه، انا عايز اقول له هنا رجع لي اللي هو ال HTTP www. الكلام ده كله، واعمل كده السلاش وزود عليهم النص اللي انت جبته من فوق. فكده انا عملت الدمج هنا. طيب بدل ما اكتب الكلام ده هنا، هاخد الكلام ده واروح في ملف الكونفيج بتاعي، وهعمل هنا تحت المين static let، واسميها مثلا الايمج باص او الايمج روت او الفايل روت، ايا كان الاسم اللي انت عايز تسميه ما عنديش مشكله. فاخد نفس الرابط بدون الاي بي اي على فيرجن 1، بحيث ان نرجع من هنا اقول له روح لليو ار الز بتاعتك وهات اللي هو الفايل روت بتاعك وزود عليه السترنج اللي بتطلع بيه من هنا. يبقى كده انا هنا بدل ما بقول له الفوتو حولها لي السترنج، هقول له تو ايمج باص. يبقى كده انا طلعت اللينك بالكامل باختصار وبسيطه على طول للموديل بتاعي عشان استخدمه بعد كده. بروح على الفوتوز هنا، بحتاج خلاص ان الموديل خلاص اسمه اتعرف عندي، بقى اسمه فوتو. فاللي بيحصل هنا ان انا عندي الرابط بتاع الفوتوز بتاعتي احنا كنا مسجلينه قبل كده، بحتاج الاي بي اي توكن عشان يجيب لي الكلام ده. هاخد الاكواد من هنا اغشها عشان اختصر الوقت شوية، وازود احط الرابط هنا واحط عليه الاي بي اي توكن، وبعدين اعمل جيت. طيب الجيت عندي طبعا هنا بيعترض عشان المفروض دي نيل ونيل وبيج، ارجع بنفس البيج، ودي المفروض كده خلاص انا بعمل جيت، بعمل عفوا الاموفاير دوت ريكويست. الجيت دي حاجة انا ريفاكتورنج هعمله في فيديو تاني اعرفكم ممكن استفاد منه ازاي. فكده انا ببعت له اليو ار ال وببعت له الريكوست بتاعي النوع بتاعه، مفيش باراميترز، والانكودنج بتاعي يو ار ال انكودنج مثلا دوت الديفولت، احنا مش مستخدمين هنا باراميترز خالص، احنا ممكن نحط الاي باي توكن كبارامتر او نحطه في اللينك بشكل مباشر فمش هتفرق معانا هنا. وبعدين بعمل طبعا ريسبونس من نوع الجيسون بتاعي، وبعدين بدخل بشوف الريسبونس بتاعي بشكل سريع كده، بقول له لازم بعمل السويتش عفوا للريسبونس دوت الريزلت بتاعي، في حالة انه فيلير بطبع الايرور بتاعي، بعمل كومبليشن بالايرور بتاعي ومفيش فوتوز والبيج مش هتفرق، وفي حالة النجاح بعمل ايه في حالة النجاح؟ بكري جيسون من الكلام الجميل بتاعي، لانه طالما نجح يبقى رجع بشكل جيسون، وبطبع الجيسون بتاعي عشان اشوفه في هنا، نشوف ده زعلان ليه. زعلان اكيد لانه الالام وفاير، لا طب نعمل كوماند بي كوماند اتش كي عشان يعمل كلين، بعدين اعمل بيلد من تاني عشان الكومبايلر يصحى معايا.
طيب شكل الداتا عندي هنا اني بدخل جوه الداتا، فبقول له اف let data يساوي الجيسون بتاعي الداتا دوت array، وممكن اعملها guard عشان تبقى شكلها اظرف شوية معايا، وبعدين اعمل completion مفيش error ودي مش هتفرق معايا. بعدين بلف على الداتا، قبل ما الف عليها محتاج اكريت variable هنا مؤقتا ياخد array فاضية من الفوتو، وبعدين بلف على الداتا دي for each، وهحتاج اني اقول له if let deck قدرت تاخد الاوبجكت بتاعي، يعني قدرت كل واحدة من دول عبارة عن dictionary يبقى الامور تمام مش كده وبس، وقدرت اتكريت منها الاوبجكت بتاع الفوتو بتاعي من نفس الدكشنري، فاروح زوده على الفوتو على الفوتوز اري بتاعتي. ففايدة الليت هنا فوتو بالاف جت من فين؟ جت لان انا عامل الانيشلايزر هنا ممكن فيلابل، يعني ممكن يفشل، ففي حالة فشل وبيرجع بنل. طب بيفشل امتى؟ لو ما قدرش يرجع الاي دي وما قدرش يرجع الفوتو والفوتو ما تكونش فاضية، يعني لو قدر يطلع بلينك تمام وقدر يطلع بالاي دي مظبوط بيرجع لك الاوبجكت ده وبيضيفه ويعرضه لليوزر. طبعا بعد ما اخلص الكلام ده بحتاج اجيب اللي هو اللاست بيج، لاست بيج بجيبها من الجيسون لاست بيج وبحولها الانتجر او يرجع بنفس رقم البيج لو فشل، فعلامتين الاستفهام دول معناها لو دانيل ارجع بالقيمة دي. وبعدين بعمل الكومبليشن بتاعي، الكومبليشن بيكون الايرور بتاعي نل ويكون الفوتوز وبيكون اللاست بيج. فكده انا عملت آلية اللي عملناها قبل كده في التاسكس للفيجينيشن، محتاج بقى اطبقها في الفايل بتاعي هنا اللي هو فوتوز في الكنترولر بتاعي. ففي الكنترولر بتاعي هنا انا مش عامل حاجة لللود والكلام ده، عشان نسرع العملية شوية فانا هروح اغشهم من التاسكس واروح انسخ الكلام الجميل ده كله وارجع احطه فين؟ احطه في ملف الفوتوز. انزل تحت شوية ممكن اقول له ده عبارة عن مارك لودينج داتا تمام، وحطيت الاكواد بتاعت اللود داتا هنا. طبعا اعترض شوية هنا، اول حاجة عشان مفيش ريفريشر عندي، لو عايز استخدم الريفريشر مفيش مشكلة تعالى نغشه برضو من هنا، مش بحب الغش انا كتير بس عشان نسرع وقت الفيديو معانا، لكن انتوا لو عايزين تتمرنوا اكتر فاكتبوا الاكواد دي كلها من البداية. طبعا بضيف السب فيو اللي هو الريفريشر بتاعي على الكولكشن فيو عشان يعمل لي البول تو ريفريش، وبرجع هنا بحتاج اني بدل ما بنده على التاسكز لا بنده على الفوتوز، واعدل الكومبليشن عندي هنا واعدل ما يلزم، والفوتوز هنا نفس الوضع. طبعا هحتاج هنا ان انا اعدل الموديل نفسه الكوليكشن فيو بيسحب منه الداتا، لو نزلت تحت هتلاحظ ان الكوليكشن فيو بيسحب الداتا بتاعته من حاجة اسمها الايميجز، انا اغير تسميتها اخليها فوتوز للتوضيح، ودي عبارة عن اري فاضية من الفوتو بتاعتي. خلاص هلغي السطر ده اللي انا كنت بكريت فيه ايميجز من اللوكال من الايميج بتاعتي عشان اعرضها بس في الكوليكشن فيو بتاعي، وهنزل تحت هنا خلاص في البيكر ايميج الجزء بتاعي اللي كان بيضيف صور بشكل احتياطي خلاص انا مش محتاجه ولا محتاج ده، وهحتاج انزل كمان تحت نظبط الاول الجزء بتاع انه الفوتوز بتاعتي والتيبل فيو بدل ما تيبل فيو هنا اسمه كولكشن فيو، وهنا بظبط موضوع الفوتوز في حالة الباجينيشن انه ياخدها، وبرضو اعمل ريلود للكوليكشن فيو. بحتاج انزل اظبط الداتا سورس بتاع الكوليكشن فيو انه يسحب من الصور، واللي بحتاجه هنا كالتالي، انا عندي حاجة اسمها فوتو سيل عاملها في ملف لوحده، الفوتو سيل فيها اي في تمام، الاي في ده بدل ما هو ايمج فيو انا هخليه لودر ايمج، عفوا ده كنترول انا متعود استخدمه في مشاريعي بس انا ما عملتوش هنا، فانا هنتكلم عنه كمان شوية. فالصورة بتاعتي دي المفروض ايه؟ المفروض الصورة دي اللي انا بحمل فيها تمام؟ حلو،
هحتاج هنا اعمل فوتو عبارة عن الموديل بتاعي، بحيث انه الموديل بتاعي لما بروح من هنا هقول له السيل دوت الفوتو، ابصلها الفوتوز بتاعتي اجيبها من الاراي اللي انا مخزنها فوق. تمام، لما ببصيها اللي يحصل كالتالي، يعني لما يحصل ديت سيت انا عايز ارجع الاول اتاكد انه الفوتو فيها قيمه، وبعدين محتاج آلية هنا ان اقول له الاي في ده حمل اللينك بتاع الفوتو. الفوتو دي في جواها ايه؟ احنا عارفين ان الفوتو دي في جواها الفوتو سترينج. الفوتو سترينج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الرابط. انا ممكن بس عشان ما لخبطكمش نسمي ده يو ار ال مش فوتو. تمام، فيبقى فيها يو ار ال. اليو ار ال ده هو اللي انا عايز اعرضه في الاي في. طب عايز اعرضه يعني ايه؟ يعني عايز اعمل له داونلود من الانترنت وبعدين اعرضه. تمام، بشكل مؤقت بس قبل ما اعمل الخطوة دي انا هخلي الاي في ده هحط فيها اي ايمج من الجهاز، يعني احط فيها بليس هولدر اللي انا عندنا عشان اعرضه بس واوريكو ان الدنيا ماشية. تمام، طبعا في حاجة انا نسيت اعملها هنا، ان المفروض في الفوتوز في الفيو ديد لود بتاعتها، في الفيو ديد لود هنا لو شغلت دلوقتي رحت على الفوتوز ما بيحصلش حاجة، لازم انزل اعمل ريفرش عشان يعمل ريلود. ظهر خانتين هنا، صورتين اللي هم دول اللي هم الصورتين اللي جابهم السيرفر، بس هو ما عملش داونلود للصورة، بس خد لهم مكان. فكده الآلية بتاعتي نجحت. اللي باقي ان انا اعمل داونلود للصورة واعرضها هنا. طبعا لازم ما انساش ان انا هنا اعمل هاندل ريفريش انده على الميثود بتاعتي عشان اول ما الفيو ده يلود عندي يحمل ينفذ الريكوست، يبعت ريكوست للسيرفر ويسحب الصور بتاعتي. هقول لكم الآلية بتاعت الداونلود في الفيديو اللي جاي.